خلينا دلوقتي نروح معاكم لجولة مفصلة عن أخبار الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع طفيف بالحرارة، يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة جمانة وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. خلينا كده في البداية نطمن السادة المشاهدين على أخبار الجو النهاردة. طبعا إحنا الفترة دي بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وإن كان ارتفاع طفيف على كافة مناطق الجمهورية، مستمر معنا اليوم وغدا أيضا هذا الارتفاع في درجات الحرارة. يمكن العظمى اليوم على القاهرة، متوقع أنها تصل إلى 34 درجة مئوية، دي هيتم قياسها في الظل خلال فترات الظهيرة، بتوصل ل 38 و39 على محافظات جنوب الصعيد، لكن على كل حال بتظل معها الأجواء خريفية حارة خلال فترات الظهيرة. لكن بمجرد غياب أشعة الشمس دخولنا في ساعات الليل، بتبدأ الأجواء تكون معتدلة في أول الليل، لكن خلال ساعات الليل المتأخر بتميل الأجواء للبرودة بشكل ملحوظ، خاصة على المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي زي محافظات الصعيد والمدن الجديدة الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى، وكمان مناطق من وسط سيناء. مع الارتفاع ده في درجات الحرارة اللي هو أشرنا ليه ارتفاع طفيف، بيكون معانا الشبورة المائية، هي الظاهرة الرئيسية والمؤثرة بشكل كبير على كافة مناطق، على أغلب مناطق الجمهورية، تحديدا الجزء الشمالي، واللي في بعض الأحيان بتكون كثيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وكمان مناطق من وسط سيناء ومدن القناة. اليوم تحديدا في فرص لتساقط الامطار الخفيفه على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، تحديدا حلايب وشلاتين، كلها امطار خفيفه اليوم، وان كانت رعديه في بعض الاحيان لكن في مجملها امطار خفيفه. دي تعتبر حاله الطقس بوجه عام المتوقعه اليوم على اغلب مناطق الجمهور. بالنسبه للرطوبه يا فندم، الرطوبة طبعا بدأنا نلاحظ إنها منخفضة عن اللي كنا بنشهدها في فصل الصيف، وده هتكون الفترة اللي جاية. كل ما تقدمنا أكثر في فصل الخريف بتقل نسب الرطوبة بشكل ملحوظ. يعني برغم ارتفاع درجات الحرارة الطفيف اللي بنشهده حاليا واللي بتسجل معاه العظمى 34 على القاهرة، بتكون المحسوسة مقاربة بشكل كبير لدرجات الحرارة المقاسة، ومفيش فرق ما بين المحسوسة والمقاسة بسبب ان نسب الرطوبه ما بقتش بتاثر بالشكل الكبير. طيب خليني اعرف من حضرتك برضو، الارتفاع في درجات الحراره او الموجه الحاره دي المفروض انها تستمر لكام يوم تقريبا؟ هي مكمله طبعا معانا اليوم وغدا على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن الخرائط بتشير انه بدايه من يوم الثلاث ان شاء الله متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائيه. كمان من يوم الثلاث هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبنسميه تبريد في طبقات الجو العليا. ده من يوم الثلاث هيعمل على انخفاض درجات الحراره مره اخرى بمعدل 3 لـ4 درجات علشان تعود لمعدلاتها الطبيعيه. فمن يوم الثلاث هتبدا العظمى على القاهره تكون في حدود 30 درجه مئويه، توصل ل 27 و28 خلال ساعات النهار على السواحل الشماليه. هيقابلها كمان انخفاض طفيف بمعدل 2 أو 3 درجات تقريبا خلال ساعات الليل، وهتكون السهرة على القاهرة خلال ساعات الليل 22 درجة، وهتوصل لأقل من 20 درجة على المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي، علشان تكون الأجواء مائلة للبرودة بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر. كمان مع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ده، هيعمل على تكون بعض السحب الخفيفة خلال فترات الصباح، ودي بالفعل هتحجب جزء من أشعة الشمس، وهتكون من ضمن العوامل اللي هتشعرنا أكتر بتحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة. وبالتالي متوقع من معاها كمان يوم الثلاث فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه الغربيه زي محافظات مطروح والاسكندريه، قد تمتد في بعض الاحيان لباقي محافظات ومدن الساحل الشمالي. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في محافظات مصر. هنبدأ معاكم بالقاهرة، ودرجة الحرارة العظمى
34 والصغرى 24. العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة. بالنسبة للإسكندرية درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة. العالمين الجديدة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة. درجة الحرارة في مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة. درجة الحرارة في دمياط العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة. بالنسبة لبورسعيد درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة. أما الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة. نروح مع حضراتكم للسويس ودرجة الحرارة العظمى في السويس 34 درجة والصغرى 22 درجة. العريش درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة. كاترين العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة. طابة 31 23. حلايب 32 25. درجة الحرارة العظمى في شلاتين 33 درجة والصغرى 26 درجة. بالنسبة لشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة. والغردقة درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة. بالنسبة للفيوم درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة. بني سويف 36 20. الوادي الجديد 38 21 من أعلى درجات الحرارة. أسيوط 36 درجة والصغرى 21 درجة. سوهاج درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة. إنا درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة. الأقصر العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة. وأسوان درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة. دي كانت جولة مفصلة عن أخبار الطقس.